خلونا بقى ننهي الانترو بتاعنا بقصة جميلة جدا عن سيدة سورية مجتهدة جدا، وبتؤكد تاني حكمة It's never too late في الحقيقة. وهي السيدة وفاء اللي عايشة في مصر. عملت ايه وفاء؟ ما كانتش كملت تعليمها بسبب انشغالها بالجواز، وكان لسه سنها عندها 18 سنة في الوقت ده، لكن مع مرور السنين بقى عندها برضو 4 أولاد والمسؤوليات بتكتر. من حوالي 10 سنين ربنا ما كتبش الزواج ان هو يكتمل. بصي، انا اللي عارفني عارف ان القصص دي بجد بالذات لما تكون قصص حقيقيه وبشوفها قدامي بتاثر فيا بشكل مش طبيعي، وبتديني بوزيتيف انرجي انك فعلا تقدري تعملي اي حاجه. يعني زي ما في قصص تانية بتخنقنا جدا احنا كستات، وبنحس ان الست متكتفه ومتايده، وحته الماديه بالنسبه لها لو ما كانتش موجوده فبتبقى فعلا قاعده مغميه ايديها وماشيه كده عشان خاطر البيت، مغميه عينيها وماشيه كده عشان خاطر البيت والولاد وما الى ذلك. يعني هي طول الوقت الست على فكرة بتتكتف بالفلوس والتعليم والراجل اللي بيقهر المرأة، وانا مش هسميه راجل يعني، هو بيلعب على حتة الفلوس، هو نظرية الحصار الاقتصادي يعني. فالفلوس دي هترجعيها برضو الخطوة اللي قبلها على طول هي التعليم طبعا، عشان تعليم شغل فلوس. لا، ما هو يبقى منعنا من التعليم، خدي بالك برضو، لان هو فاهم الجزئيه اللي انت بتقولي عليها دي. هو فاهم، هو فاهم انه التعليم يعني تنوير، يعني فكر، يعني هتعرف تقف على رجليها. لا، تقف على رجليها ليه؟ ما انا يعني انتف لها ريشها واكسر لها جناحاتها عشان تفضل دايما محتاجه لي، وتعامل معاها بالشكل اللي انا عايزه اعملها بيه. الستات بقى اللي بتنتفض من الكلام ده وبتفوق لنفسها، حتى لو زي ما بيقولوا كده او زي ما بيقول الخواجه It's never too late، بتفوق فجأة وتقول يلا نشوف هنعمل ايه في حياتنا اللي راحت مننا دي. انا بجد يعني ليكي مني كل تقدير واحترام. طيب، احنا معانا هذه السيدة السورية استاذة وفاء شمسي على التليفون. صباح الورد عليكي. الو. طيب احنا هنحاول نكلمها طبعا. احنا القصه الحماس الزياده قطع الخط. الحماس الزياده الخط قطع يعني. بس خلينا نتكلم بس عشان اللي لسه بيتابعنا دلوقتي، اللي كنا بنتكلم فيه انا وسلمى مش قصدنا على استاذه وفاء ان هي كانت مقهوره. احنا مش بنتكلم على استاذه وفاء ان هي كانت مقهوره، ولكن بنتكلم على انه في نماذج موجوده في كل المجتمعات العربيه او في العالم كله، بتبقى نماذج الست اللي يعني بيتم قهرها من قبل الجميع في الحقيقه، من قبل الاهل اللي بيهيئوها نفسيا ان هي تخضع للزواج، وان الزواج ده اولويه اولى حتى اهم من تعليمها، ويقعدوها من تعليمها مرورا بالزوج اللي بيجي يكمل عليها بقى يخليها كمان. واللي انت تقوليه ده يا مها ملهوش غير نتيجتين، ملهمش تالت. صحيح. يا اما بتقهر فعلا وبتبقى مكانها محلك سر، يا اما بتنتفض وبتبقى حاجه تانية تماما، بتقوم اقوى واقوى. وده اللي احنا رجعنا القوي اللي معانا دلوقتي، والاستاذه وفاء على التليفون. استاذه وفاء، أهلا بيكي. احنا بنحييكي طبعا على الإرادة، وبنحييكي على انه انت ما استسلمتيش للظروف اللي عديتي بيها. احكي لنا بقى القصة، يعني زواج من عمر ال 18 سنة اللي خلاكي مش قادرة ان انت تكملي التعليم كما يجب، واولاد 4 أولاد ودي مسؤولية كبيرة. احكي لنا يعني نقطة التحول، او ايه اللي خلاكي تاخدي هذا القرار ان انا لا هاخد شهادتي وهكمل. انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه. انا سامعه حضرتك بتقولي انه الراجل بيحاول يطرد شخصيه الست ويخليها تابعه ليه اقتصاديا. انا بتكلم على نموذج موجود. لانه انا ما حصلش معايا كده، بالعكس. لا ثانيه واحده، احنا ما بنتكلمش عليكي خالص. انا بتكلم في العموم انه ده نموذج سلبي من النماذج اللي موجوده في المجتمع، ما ينفعش ان احنا نعمل نفسنا مش شايفينها. بس انما مش عليكي ابدا خالص، بالعكس. ايوه، لانه اللي وقفني على رجليا وخلاني اكمل رجاله، وحتى باباهم اللي انا انفصلت عنه كان بيساعد بان هو يتحمل مسؤوليه الولاد في فترات. ده نموذج ايجابي. قصتك انا ما اقدرش احكيها بالنيابه عنك، عشان كده حضرتك معانا دلوقتي وبتحكيها، فتفضلي. ايوه، فبس يعني والحمد لله. طب انا عايزه اعرف يا استاذه وفاء، اولا يعني انا عايزه اعرف انت عملتي ده ازاي؟ بصي، هو كل انسان بيبقى جواه اكيد ميزه بتميزه، بس في ناس ما بتبقاش عارفه تكتشفها. فبيقعدوا فترات طويله من حياتهم مش عارفين طريقهم، فهو ده اللي بيخلي الست بعد الطلاق ممكن تبقى قاعده مش عارفه تعمل ايه، حاسه ان حياتها انتهت. طب حضرتك اتطلقتي وانفصلتي عن جوزك، وبتقولي ان هو كان سند ليكي وساعدك في ده.
ايوه طبعا ساعدني في الولاد ان هو بيتحمل مسؤوليتهم معايا بالمساعده معايا، فهو ده اللي خلاني اقدر اقوم واقف على رجلي تاني، لانه لقيت اللي جوايا، لقيت الحاجه اللي بتميزني، انه انا بحب التعليم، انه انا عايزه اكمل، انه بسبب مثلا ظروف معينه انه كنت مشغوله بالولاد وفي الزواج وكده ما قدرتش اكمل. يعني ايه اللي وقفك عن التعليم؟ كان انك مشغوله بالولاد والجواز. طبعا عشان اتجوزتي في سن صغير. انه مهمه الام ان هي تربي جيل كويس وان هي تهتم ببيتها دي لا تقل عن التعليم. يعني ما بيقلش من الست ان هي تكون مركزه فان هي تربي ولادها صح وان هي تكون مع زوجها وفي البيت. لا هي لا تقل اهميه عن التعليم بس لا تغني عن التعليم. بالظبط لا تغني لو الظروف ساعدت. فلما انا الظروف ساعدت الحمد لله كملت. طيب احكي لي بقى عن فترة الإعداد لهذه المرحلة، بمعنى الفترة اللي ما كنتيش قادرة توصلي فيها التعليم بالشكل الأكاديمي اللي حضرتك مريتي بيه دلوقتي، في حاجة اسمها سيلف ليرنينج، في حاجة اسمها تعلم، هل كنت عايشة في حالة من التعلم بتعلمي نفسك في الأوقات اللي بتبقى يعني قادرة تاخدي وقت لنفسك فيها في فترة يعني الزواج؟ في فترة الزواج والأطفال. طبعا كنت بتعملي ايه؟ بصي حضرتك بالنسبة للولاد ما كانوش هيتربوا كويس لو ما كانش في ام ماسكه كتاب في ايديها. حتى لو مش تعليم، الثقافه اهم من التعليم. انا ممكن ابقى متعلمه ومش مثقفه. فانا لما اثقف نفسي اقرا في حاجات كتير، اذاكر لاولادي، اساعدهم، حتى المواد اللي كانت بالنسبه لي ما كنتش اعرفها زي اللغه مثلا. لا كنت بحاول بذاكر الاول واقعد اذاكر لهم. فدي مرحلة الزواج وتربية الولاد. وكنتي مستمتعة وانتي بتذاكري المواد بتاعته؟ ايوه طبعا. حلو ده. طب استاذة وفاء، ما كانش الموضوع عليكي، يعني هم دايما يقولوا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، ما كانش الموضوع صعب عليكي شوية عشان مش بس احنا عدينا مثلا المرحلة بتاعت التعليم في سنها، لا احنا كمان عندنا ولاد وعندنا بيت، ويعني المهام صعبت قوي وكترت، ما كانش الموضوع صعب عليكي؟ أكيد صعب، أكيد أكيد في ألم. عارفة حضرتك زي الرياضة، لما بتقرري إن أنت تقومي تمارسي الرياضة بتحسي بوجع في جسمك. لو أنت استسلمتي للوجع ده مش هتقومي، مش هتكملي، هتقولي لا أنا مش رايحة الجيم. بس لما تستحمليه مرة واثنين ثلاثة بعد كده الوجع بيقل، تبتدي بقى تتعودي. ده اللي حصل معايا في الدراسة. في الثانوية العامة طبعًا عانيت جامد قوي، إنه أنا كنت لسه بحاول إزاي أحفظ، إزاي هذاكر، إزاي هفهم. ليه هدخل امتحان ثانويه عامه؟ في لحظات المعاناه دي هل كان في اصوات حواليكي سلبيه تقعد تقول لك ما خلاص بقى كبري دماغك، هو بعد ما الشاب ودوك كتاب؟ كتير فعلا. كتير. كنت بتتعاملي معاها ازاي؟ ما بردش وما بلتفتش للكلام ده تماما. ولا كاني سامعاه. برافو عليكي. خلاص انا حطيت هدف قدامي وباذن الله هوصل له، حتى لو كان في نقد انه انا سني كبير على الكلام ده. أستاذة وفاء خليني أقول لك إنك يعني قصة نجاح وكفاح، وبشكرك جدا جدا على مكالمتك ومداخلتك معانا، وأنت مثال مشرف. صحيح. فعلا. صحيح. لكل سيدة بتسمعنا فايتها أي عربية في أي قطر، مفيش حاجة كانت بتفوت. بقى أي بالظبط، أيا كانت هي إيه، سواء تعليم أو شغل أو غيره، زي ما مها قالت مفيش عربية بتفوت. وإتس نيفر too late. لا وفي حاجه تانية كمان مهمه، في رسالتين مهمين بس عشان نلخص بيهم هذه المكالمه للناس. قالتهم استاذه وفاء ان هي قالت انه لما كانت بتسمع الرسائل السلبيه من الناس ان انت مش هتقدري ولما شاب ودوك كتاب والكلام ده، كانت بتسد ودانها، عندها هدف عايزه توصل له. وحاجه تانية مهمه قوي، ان مش اول ما تقابل عقبات او تحس ان الموضوع صعب تستسلم، لانها بالظبط زي اول يوم في الجيم او اول اسبوع في الجيم، بتروح بتلاقي جسمك مكسر، ده مش معناه ان انا اروح بقى البيت انام واصرف نظر، لا انا هستحمل شويه لحد اما يبقى الجيم ده بالنسبه لي اسلوب حياه.